لافامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كي داير عندكم النهار؟ كنتمنى ربي تلقاكم هذا الفيديو تبقى في احسن الاحوال، اموركم بخير على خير ونهاركم يكون دايز توب. مرحبا بكم معايا في نوفال فيديو سيو ماشين يوتيوب. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس القدام. اليوم ان شاء الله النوفيل فيديو اللي غادي تكون عباره على روتين ديال الدار كيف العاده، حيت عارف بلي بزاف ديال الناس كيعجبهم هذا النوع ديال لي فيديو اللي كيكونوا دي روتين في الدار، فيديوهات بيتوتيه كيف ما كنقولوا. دونك غادي دوزوا معايا النهار ديالي. صراحه ماشي بديت لكم من الصباح، حيت من الصباح لدابا مهد الان ما درت حتى شي حاجه من غير انني فاقت، غسلت وجهي وداكشي ديال الصباح وفطرت وجلست وصافي، هادشي اللي درت. ودوشت الامير وصافي. سينون دابا عاد غادي نبدا عندي النهار، حيت دابا عندي شي حويجات غادي نقضيهم وغادي تقضيهم معايا، يعني غنقضيهم اونصامبل، نتوما تونسوني وانا نونسكم وهي غاديه. دونك اول حاجه غادي نبدا بها البنات هي غادي نمشي نقاد البالكون، حيت عندي واحد البالكون اي حاجه في الدار ما كت يعني ما كنحتاجهاش كنحطها فيها، كنحطها في البالكون. اي حاجه في الدار زعما ما كنستخدمهاش كنمشي نحطها في البالكون. ديجا عندنا الكيلر ولهيني انا كنعكز نهبط لتحت، دونك كيجيني البالكون قريب كنمشي نهبط فيه. ما تضحكوش عليا البنات ولهيني فريمون كنعكز، حيت ساكنه في 3 ايطاج وعندي امير، دونك ما كنقدرش نهبط ونخليه، ولا بغيت نهبط خصني نهبطو معايا. والمهم نتوما كملوا من راسكم. صافي اليوم قررت انني نجمعو، حيتاش اول حاجه قلت باش نستفد منه، حيت اختو دابا فهاد الايام كينصهد بزاف الحراره بزاف، حتى كيظلم الحال عاد كتحرك زعما كيتحرك الهواء وداكشي، والنهار مع طويل. قلت منين يبرد الحال وداكشي نخرجو نجلسو نديرو طبيله تما نجلسو هكا نتهواو. وعاد غدا ان شاء الله غادي يجيو عندي خوالاتي باش غادي نديرو الشوا هنايا، حيت دجاجه هما ما عندهمش البالكون ما عندهمش فين يشويو، وراكم عارفين الصيف ملي كيجي الصيف كيجي الشوا. دونك كيكون الجو زوين وداكشي تقدري تشوي، ماشي بحال تقدري تشوي قطيبات وداكشي، ماشي بحال ملي كيكون الجو الشتا والبرد ما يمكن لكيش كاع تشغلي، ما يمكنش تشغلي داك شنو كنقولوا له المجبر. وصافي هادشي اللي كاين. غدا ان شاء الله كاين لانيفيرسال ديال ولد خالتي، و اون ميم طون قالت خالتي غادي نديرو الشوا زعما نديرو الشوا وداكشي ونجلسو اونصومبل، سكيفيغ خصني ضروري انني نجمع البالكون، ما عنديش حل اخر حيتاش غدا ان شاء الله غادي يجيو. وكنت كنقول نخلي حتى يبرد الجو، حتى يبرد الحال ولاني ما كيبرد الحال حتى كظلم الحال عاد كيتحرك شويه ديال الهوا، سينون كاين داك الهوا سخون، يعني ما عنديش حل اخر من غير انني نجمعو دابا. دجا يمكن عندنا شي ثلاثه وشي حاجه غادي نمشي نجمعو، وديك الساعات عاد نكملو النهار ديالنا يلا. وليني اللي شافتو ضحكات عليا البلوكيا عرفتو. المهم اي حاجه تجيكم في راسكم، اي حاجه تجيكم في البال ديالكم كاينه في داك البالكون، حيتاش فريمون. المهم واجدين تشوفوا الكارثه، عرفتو كاين واحد الصهد، عرفتو غير حليت الباب ضربني واحد الهواء سخون انسيبورتابل، واحد الحر انسيبورتابل فريمون انسيبورتابل. وصلت شي 39 درجه ديال الحراره في الالمان، حنا في الالمان ما عندناش التعادل، عندنا يا البرد يا الصد، زعما داكشي يكون معتدل ما كاينش. دونك دابا غادي نوريكم الكارثه العظمى، ولا ضحكات عليا غادي نبلوكيا. ترا المهم كيف ما قلت لكم اي حاجه تجيكم على بالكم كاينه هنايا، الصبابط كاينين هنايا، شويه كاينه تما نشاره طبله، المهم اي حاجه ما كنستخدموهاش كاينه في هذا البالكون. واليوم ان شاء الله غادي نديرو واحد جوج ثلاثه غادي يولي بحال هكا وصافي. دابا المهم هادشي ماشي صراحه البالكون ما كياخذش بزاف ديال الوقت، حيت دائما مسكين اللي كيجمعوا وكيرجع كيف ما هو، اللي ما كنحتاجوهش كنجيبوه لهذا البالكون، هذا هو المشكل. مي سينو ما كياخذش مني بزاف ديال الوقت، غير هو وكان الشمس وصافي عليها معكزني، كنت كنقول اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، ولاني ما عنديش اليوم شي نهار اخر. دونك غادي نجمعو فيت في، يعني كيف ما قلت ما كياخذش بزاف ديال الوقت. ها نتوما معايا خليكم حتى الاخر ديال ما عرفتش فين غادي نحطكم، نحطكم هنا ولا نحطكم لهنا، غادي نحطكم فوق هاد الطبيلين. امير هاي
قولي هاي. هلو أبو الشعيرات. ايو تكو تكو باي باي باي. يلا سيما تدخل يلا باش ما توسخش حوايج. بدايه خديت هاد الكريتنات هادو اللي كيجيو فيهم لي كوموند هادو ديال اونلاين زالاندو، وغادي نجمع فيهم الصبابط اللي ما كيتلبسوش اللي ما غاديش نحتاجهم، غادي نجمعهم هنايا باش نحيدهم من الطريق وداكشي، حيت هنايا كاينين غير الصبابط اللي ما كنلبسوهمش هما اللي غادي نحيد. دابا لقيتوني حيت داكشي كله، يعني هذوك الحويجات الكبار اللي كانوا شادين لاسباس حيتهم كلهم. دابا غادي يمكن ندوز لاسبيراتور. لهتي استناو واحد دقيقه حيت الغبره صراحه انا ما كنحملش الغبره، بحال لا عندي حساسيه ديال الغبره، ملي كتكون الغبره بزاف كنبدا نعطس. دونك دابا كيف ما قلت لكم حيت داكشي الكبيبر كل حاجه حطيتها في بلاصتها، صراحه ما غاديش ندير داك الجميع ديال، غادي نرجعو لكم ديال دار وديكور ولا شي حاجه بحال هكا، لا غير غادي نجمعو باش نلقاو لي سباس فين نتحركو، حيت وصراحه عندي البالكون كبير غير هو مع في قوه الربوج كيبان صغير وما فيهش لي سباس. دونك دابا يمكن غادي نمشي نجيب لاسبيراتور باش ندوز، حيت عندي الطابي هنايا غادي ندور لكم باش تشوفوا. اول حاجه كيف ما قلت لكم غادي نجيب لاسبيراتور، غادي نحيد هاد الغبره وهذا الشيء اللي تفرتيت اللي هنايا في هاد الطابي، من بعد غادي نغسل ولا غادي نمسح هاد الطبيله او الكراسه ديالها باش نحطهم. صراحه هذاك الشيء اللي له ما غاديش نقيسو حيت هذاك التخربيق ديال اللايت هنا كاين، هذيك اللي كيتقبوا بها هادو ديال الريدويه، واصلا صراحه ما عنديش فين نديرو، بحال داك الشيء خصو كله يهبط لتحت الكيلر وانا ما عنديش كيفاش ندير هنا هاد اللعيبات ديال لو بوا ديال اللايت هنا، هادوك المسامر والمطرقه وداك التخربيق كله كاين هنايا وانا ما عنديش كيفاش نديرلو، دونك غادي نخليه تما ما مديرونش ني ما حتى شي حاجه. المهم هو هاد لي سباس هذا نستغلو. شفتو كيفاش تبان، شفتو شحال ديال لي سباس ولا فيه، هو راه داج راه كبير، غير هو وكان كان كله عامر كله مخرمز، دونك دابا راه بدا كيبان. تال من بعد ان شاء الله غادي نجيب هكا دي فاز ونغرس مثلا عينيات ولا وريضات ولا شي حاجه بحال هكا ونحطهم هنايا في هاد البلايص هادو، ديجا هاد البلايص دايرينهم اكسترا ديال الفاز وصافي. صافي هادشي اللي كاين، غادي نحط البلا ديالي والكريسات وصافي. وهذا ما كان، المهم هذوك الكرات نخليتهم تما حيت هذوك الصباب التاجا كنحتاجوهم ماشي ما كنلبسوهمش نهائيا. يعني اللي بغى شي صباط ولا شي حاجه غادي يمشي لها تما وياخذ الصباط ديالو ويرجع داكشي. هذوك الفانت هذاك القراعي خصني نرجعهم للسوبر ماركت باش نجيب في بلاصتهم منادا ولا شي حاجه. المهم هاد اللعيبه هادي ما غاديش نحتاجها، غادي نصيفطها لماما حيت كنت شريتها على ود انا ندير سبور في الدار، ولا ندلبها ديجا راه لصال تحلو لصال دو سبور تحلو، دونك غنشد البلاصه. وماما كانت محتاجه بحالها
وما لقاتش بحالها، يعني كانت محتاجه بحالها. وراكم عارفين كيكونوا غاليين في المغرب الا بغيتي شي حاجه مزيانه وداكشي، دونك غادي نصيفطها لماما وصافي. هذاك هاد المجمر هنايا ما نعرف شنو كيقولوا له، هاد المجمر هنايا الصراحه شوفوا شحال مغبر، ولكن راه خصو شي غسله قبل ما قبل ما يخدموا به، راه خصو شي غسله. دونك هذا ما غاديش نقدر انا اصلا نغسلو، حيت ما غاديش نعرف، غنخلي حتى يجي ليت هو اللي غادي يغسلو مزيان من الداخل ومن برا باش يولي صالح للاستعمال. وصافي هذا ما كان. البالكون كيف ما كتشوفوا من بعد داك الروينه كلها اللي كانت جمعتها، وهكا غادي يولي صراحه راه ما مجموعش 100%، حيت مازال بزاف ديال الحوايج مازالين هنايا ما غاديش نقدر نهبطهم، خص حتى يجي ليتي يهبطهم. وبزاف ديال الحوايج خصني نشريهم من البالكون، خصني نشري له الضو، خصني نشري له دي فاز ديال الورد، خصني نشري له شي باراسول هكا باش على ود الشمس، بزاف ديال لي تريك. مي بون المهم بعدا كوميم شويه. بلوغ كبيدات، رجعت ليكم، لقيتوني دعس امير حيتاش هي وهذه هي الوقيته فين كيدير لاسيت ديالو، سينو غادي يبقى يبكي. دونك كيف ما شفتو درت البالكون وداكشي، دابا خصني نوجد الغدا باش نتغدى انا وهو منين يفيق يلقى الغدا واجد ويكون بارد واحد شويه باش يتغدى. في الاول صراحه كنت باغا ندير الكراتان ديال لي بات مع لاصوص بيشاميل وصدر ديال الدجاج وفرماج وداكشي، ساعه منين قلبت لقيت عندي غير شويه ديال لي بات، ما غاديش يكفي نهائيا وما غاديش نقدر نخرج نمشي للنيتو سوبر ماركت باش نشري لي بات، حيتاش امير ناعس وكاين واحد الحراره بزاف برا، دونك ما غاديش نقدر. باش كيفاش غادي ندير الكراتان ديال البطاطا مع البيشاميل والدجاج وفرماج غابي، حتى هو كيجي زوين بزاف. واهم حاجه انه امير كيعجبو الكراتان ديال لي بات وكيعجبو الكراتان ديال البطاطا، يعني اي حاجه ديال المعجنات بحال هكا كراتان ولا لي بات ولا لازاني كيعجبو امير بزاف، كيحماق على شي حاجه بحال هكا سيرتو لي بات هي العمر ديالو، واخا يكون ما فيه لا جوع على حتى شي حاجه يشوف لي بات ياكل، الا حطيتو له شي حاجه اخرى ما ياكلهاش، يشوف لي بات ولا لازان ولا تاكلياتيل ولا اي حاجه، اي حاجه ديال المعجنات كتعجبو. دونك غادي ندير الكراتان ديال البطاطا مع البيشاميل الاوستر ديال الدجاج، صراحه كيجي حتى هو ساهل بزاف وكيجي بنين 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 بزاف، وديال هاد الوقيته نيت ما كياخذش بزاف ديال الوقت وجه حاجه سهله وبنينه. المهم شنو بغينا اكثر، صافي دابا غادي ندوزو نوجدو الغداء اونصامبل وتشوفو كيفاش كنوجد انا الكراتان ديالي، حيت فريمون كيجي بنين، جربوه غادي يعجبكم اكيد اكيد اكيد.
البدايات دابا غادي نجلس نتغدى. شوفوا شحال في الساعه 18:48 دقيقه، يعني علي 7 وانا مازال ما تغديت ما حتى شي حاجه، فيا الموت ديال الجوع. الله يا ربي. صافي البنات غندوق معاكم باش نقول لكم كيفاش جا، وليني راه فريمون سخون. المهم كبيلات هنا غادي نحبس معاكم لا فيديو. الصراحه كنتسولت لكم من بعد ما تغديت، كنت خرجت امير ديتو لشبير بلات لعب واحد شويه وعاد ديك ساعات باش رجعت للدار، ولكن هذوك الفيديوهات ما بغاش كاع يقراهم ليا البيسي، ما عرفتش علاش شنو المشكل. دونك هنا غادي نضطر نحبس معكم لا فيديو. خليولي امتي لايك وكومونتير زوين بحالكم الا عجبتكم لا فيديو. اكيد نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تهلاو فراسكم بزاف بزاف.